gudaha dalka Ethiopia waxa saacadihii la soo dhaafay ka socda dabaaldegyo waaweyn iyo munaasabado lagu soo dhaweynayo guul ay sheegtay in Ethiopia ka gaadhay himilo ay in badan daba joogtay taas oo ah helidda bad ku taala badacas kadib heshiis ay shalay ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dadka ku dhaqan magaalada Asoosa ee dalka Ethiopia ayaana ka mid ah bulshada isu soo baxa sameeyay ee barnaamijyada gaarka ah loo qabtay maayirkooda Cabdi Kariim Cabdiraxiim oo halkaas ka hadlay ayaana yiri waxa uu noqon doonaa heshiis كان يمد قرحين دونا مستقبل كيتوبيا كاس او فايدة او له شعب كيتوبيا او ان قرنية بضان لحين باد سيدو كلام مغالة دا ديسي ديگان كا امحاردا ايا او دبال ديگي هشيسكي اي شالي وادا قارين دولادا هيتوبيا يسو ماريلان يكا او شيغي اني فرحادو تهي اني هيلين بدي اي مدد اير كو تهاميين ميلا بضان وكمي دا دل كيتوبيا وحا إلا حالي كاس او دا بنام بحيو لغو سو دوين ايو هشيسكا شالي ادي سبب كدعي سحاق وكاشي CBI TV هرغيزة ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواري سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق شقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121